سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف وبنينه، لي زيبيناغ. وكيما كتشوفوا البنات، المقادير بسيطه ومتواجده في كل بيت. كنحتاجوا لي زيبيناغ اللي خاصهم يكونوا مغسولين مزيان ومرقدين في الخل، وكنحتاجوا معلقه صغيره ديال البزار والملحه والخرقوم والتحميره، ومعلقه صغيره ديال حكمه طيشه، الربيع والمعدنوس والثومة محكوكة، زيتون الحمر والحامض المصير، ونص كاس ديال زيت العود. هادو هما البنات، هادو هما المقادير. ونخليكم البنات مع طريقة التحضير. بصحتكم البنات، وما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شكرا.